إذن لو تسمحوا في البداية نقف لتلاوة الفاتحة ترحما على الفقيد المنحور. شكرا. صباح الخير. رحم الله الفقيد رحمة واسعة. مرحبا بكل الحضور، سعداء بتواجدكم معنا. هذا السي الشيباني كان يجمع حيا ويجمع اليوم، يجمعنا اليوم بمناسبة الاحتفاء بوفاته أو بمرور 40 يوم، هي أكثر لمحالة نظرا لالتزامات الجامعة، جامعة صفاقس وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. تأخر الموعد قليلا، أردناه أن يكون احتفالا أو احتفاء بما قدمه المرحوم الأستاذ الدكتور الشيباني بلغيث. الآن كلمة الدكتور بلقاسم بلغيث رئيس الجمعية التونسية للجودة في التربية. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت السادة والسيدات، قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. صدق الله العظيم. نحيي اليوم ذكرى وفاة أخ عزيز علينا جميعا، الأستاذ الدكتور شيباني بلغيث، الذي وفاه الأجل المحتوم يوم 5 أوت 2019 بمنزله بدوز، وإن بعض الظروف اقتضت تأخير تنظيم هذه الأربعينية عن موعدها، ومن بينها افتتاح السنة الدراسية والسنة الجامعية وكذلك المحطات السياسية التي تمر بها البلاد. وإن هذه المناسبة التي تنظم بالاشتراك بين الجمعية التونسية للجودة في التربية التي هي جمعية وطنية مستقلة في التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، إذا تنظم بالاشتراك بين الجمعية وجامعة صفاقس وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. هي تعبير، هذه المناسبة هي تعبير منا جميعا ومن كل الحاضرين وكذلك ممن لم يتمكنوا من الحضور نظرا لظروفهم الشخصية على ما يمكنه الجميع من محبة وتقدير واحترام للمرحوم اعتبارا لمكانته العلمية ولما قام به من أعمال جليلة في مجالات متعددة تم ذكر أهمها في السيرة الذاتية للمرحوم التي استمعتم إليها منذ حين. لذلك فإنني سأركز فقط على نقطتين فقط تتعلق الأولى بدور أستاذ الشيباني بلغيث في الجمعية، وتتعلق الثانية بعلاقة الشخصية بالمرحوم. فبالنسبة للنقطة الأولى المتعلقة بأعمال السي الشيباني في الجمعية، السي الشيباني المرحوم قدم كثيرا للجمعية، والأعمال التي قدمها للجمعية هي أعمال متنوعة، ولكني سأركز فقط على أهم أعماله في الجمعية. وفي هذا المجال من الضروري التفكير بأن المرحوم هو من المؤسسين الأوائل للجمعية التونسية للجودة في التربية في سنة 2011، وكان خير داعم لنا في كل الأنشطة والملتقيات الجهوية والوطنية والدولية التي نظمتها الجمعية بصفة انفرادية أو بالاشتراك مع جامعات التعليم العالي، بعض الجامعات وكذلك بعض مؤسسات التعليم العالي. فهذه الملتقيات نظمناها في كثير من الولايات ولايات الجمهورية، وحضرها كثير من المشاركين من داخل الجمهورية ومن خارج الجمهورية. إذن هذا إنجاز كبير معنا قام به السي الشيباني في هذا المجالات. وكان السي الشيباني في كل هذه الأنشطة يحرص على المشاركة في الإعداد والإنجاز والمتابعة في كل هذه الأنشطة، وهو ما جعل للمرحوم مكانة أساسية في هذا المجال، حيث أنه كان في كل هذه الأعمال خير مشجع لهيئة الجمعية بهدف حفزنا على المواصلة وعلى مزيد تكثيف الجهود لتجويد المجال التربوي والتعليمي. وقد كان المرحوم بحكم طبعه المرح
وقدرته على الإقناع وعلى مزج الجد بالهزل، كان يدخل على جلسات الجمعية جواً أقل ما يقال فيه أنه جو أخوي تسوده علاقات محبة وتعاون بين كل الأطراف، مما جعل اسم الجمعية معروفاً داخل تونس ومعناها في كافة الولايات تقريباً، وكذلك خارج تونس في كثير من الدول. إذن سي شيباني قام بكثير من الأنشطة في هذا المجال، وكان سي شيباني إذا تكلم أنصتنا إليه بكل اهتمام، وإذا اقترح نفذنا، لأنه كان بمثابة الأخ والصديق للجميع، وإضافة إلى الملتقيات العلمية والأيام الدراسية التي نظمتها الجمعية منذ تأسيسها، معناها حوالي تقريبا 28 معناها ندوة وملتقى دولي، معناها في معناها كل معناها نظمناها داخل كثير من ولايات الجمهورية. إذن فقد أشرف السي شيباني بالإضافة إلى ذلك في إطار أنشطة المخبر العلمي، لأن الجمعية فيها مخبر علمي، مخبر علمي للبحث العلمي في التربية والتكوين والتعليم، معناها مخبر علمي يتم معنى كلمة فيه معناها نؤطر ونساعد معناها الباحثين في مجال الماجستير والإجازة والماجستير والدكتوراه. إذن في إطار المخبر العلمي الجمعية قام السي شيباني وسير السي شيباني وأدار السي شيباني كتاب آفاق تربوية الذي يصدر دوريا كل سنة وبانتظام دون انقطاع، حيث قام السي شيباني بإشراف على إعداد 6 أعداد، والأعداد 7 أشرف على إعداده وهو في الطباعة أشرف على إعداده وهو في الأشرف برضه. لذلك فإن السي شيباني قد ترك في الجمعية فراغا كبيرا من الصعب ملؤه أو تعويضه، حيث أنه كان بالنسبة إلى الجمعية هيئة ومنخرطين داخل تونس وخارجها مثل ما قلنا بمثابة الأخ والصديق والمرشد والمرافق والمنظم. إذن أما بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بعلاقة الشخصية بسي شيباني، سي شيباني معناها كان هناك العديد من المحطات، كانت هناك العديد من المحطات التي جمعتني مع سي شيباني، فنظرا لأننا انتمائنا إلى نفس المكان تقريبا معتمدين دوز ونفس الإطار المهني وهي من التربية والتعليم، وكان بين تواصل كان بين تواصل بين على حيث أنه كانت هناك لكثير من اللقاءات مع رجال التعليم بدوز ومن بينهم رجال التعليم في ولد يحيى، وكان السي شيباني من بينهم. إلا أن المحطة التي زادت في تعميق الصلة بيننا هي فترة العمل في ليبيا لمدة 4 سنوات 74-78 في إطار التعاون الفني بين البلدين، وقد كنا في تلك الفترة نتبادل الزيارات العائلية، ونظرا لعلاقتنا الجيدة مع المرحوم وعائلتي فقد كان يزورني بمنزلي بتونس العاصمة عندما كنت أدرس في المعهد الأعلى للتربية ببارتو 86-89، وكان سي شيباني آنذاك بصدد مواصلات الدراسة في المرحلة الثالثة بتونس. لذلك كان لوفاة سي شيباني وقع كبير بالنسبة إلي وإلى عائلتي، هذا إضافة إلى العلاقة التي ازدادت تعمقا وتطورا في إطار الجمعية 2011-2019. وأخيرا فإني نجدد الترحم على روح فقيدنا جميعا سي شيباني مبغيف نظرا للأعمال الجليلة التي قام بها، داعيا الله العلي القدير أن يجعله من المقبولين في فراديس جنانه، وأن يرزقنا جميعا جميع الصبر والسلوان. وأختم بقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن رحم الله سي شيباني بلغيث ولن فيه حقه كلما تحدثنا عن سيرته أو عن أخلاقه أو عن عمله أو عن حرصه للعمل الجمعياتي أو للإنتاج أو للكتابة أو للتكوين وللتعطير. الكلمة الآن لسي السيد علي زبيدي الزيدي مؤسس قسم التاريخ بجامعة صفاقس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقدنا في 5 من شهر أوت الماضي صديقا عزيزا وفيا، رجلا طيبا فاضلا خدوما كنت أنعته نزاحا عنصر المرازيق بصفاقس لكثرة ما يستضيفه من أبناء جهته ويتفانى في قضاء شؤونهم بمدينة صفاقس وعيادة مرضاهم بمستشفياتها وبصحاتها، وهو فضل على ذلك علم من أحلامي العلم والمعرفة بجامعة صفاقس وسائر البلاد التونسية.
ولد أخونا الشيباني رحمه الله ببلدة دوس في 27 فيفري 43 واحد المقابل 21 صفر 1362 هجري، وتوفي بها في 5 أوت 2019 المقابل 3 ذي الحجة 1440 هجري، وخلف من زوجته السيدة المربية الفاضلة فاطمة 3 من الأبناء الصالحين هم المهندس أسامة والمدرب وأستاذ الرياضة الدكتور أنيس والمربية الفاضلة الأستاذة إناس. وعاش فقيدنا بذلك جل حياته التي امتدت على نحو ما ينوف على نحو 76 سنة شمسية و 78 سنة قمرية طالبا للعلم وناشرا له. سأختصر فيما يتعلق بسيرته الذاتية باعتبار أنها وردت سابقا، وأتناول المسألة علاقات الشخصية بيني وبين. تعرفت شخصيا على صديق للمرحوم شيبان بعد السنة الأولى من التحاق بجامعة دمشق للدراسة، وذلك في أوائل 1969، وكان هو في سنته الرابعة بقسم التاريخ من تلك الجامعة، ورحل بعدها بعد الحصول منها على الإجازة إلى فرنسا، وتمددت علاقة بيننا منذ التقائنا مجددا بمدينة صفاقس في مطلع ثمانينات القرن الماضي، وكنت وإياه أستاذين التعليم الثانوي في مدى التاريخ، فكنا نلتقي نهاية كل أسبوع لنجلس لإحدى مقاهي باب البحر ونحتسي القهوة مع بعض الزملاء المدرسين وأبناء دوز ممن يعملون بصفاقس أو يمرون بها. وفي الأثناء قدمته لأستاذنا الدكتور عبد الجليل التميمي يقبل بالإشراف على بحوثه قصد إعداد رسالة لشيء لنيل شهادة الكفاءة بالبحث من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس سنة 1986، وكان موضوع الرسالة عن الوزير مصطفى بن إسماعيل. وبعدها أنجز صديقنا المرحوم تحت إشراف أستاذنا عبد الجليل نفسه كلا من أطروحته لنيل شهادة التعمق في البحث سنة 91 900 ألف عن الجيش التونسي وفي عهد محمد الصادق بي التي سعدت بعضوية لجنة مناقشتها، ثم أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه الدولة سنة 2001 عن النظام القضائي في البلاد التونسية من 1857 إلى 1921. ازدادت علاقتنا متانة منذ تأسيسنا قسم التاريخ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس في مطلع السنة الجامعية 1990-1991، بحيث تم إلحاق المرحوم بالقسم الفتي لتدريس التاريخ الحديث لطلبة قسمي التاريخ والجغرافيا الناشئين، يتدرج بعد ذلك في مختلف مراتب مدرسي التعليم العالي وصولا إلى رتبة أستاذ تعليم عال، ويقدم دروسه لطلبة الإجازة والماجستير إلى غاية إحالته على شرف المهنة سنة 2008 وعودته للاستقرار بمسقط رأسه دوز. وكان يجمع بيننا خارج الكلية منتدى صباح الأحد الذي كان ينعقد أسبوعيا بمكتبة علاء الدين لصاحبها صديقنا المشترك عبد الرزاق كمون، وتداوم على حضور جلساته ثلة من المثقفين من مختلف الاختصاصات والمشارب والمارين العارضين بالكلية حتى من الأشقاء الليبيين والجزائريين أحيانا. واستمرت جلسات ذلك المنتدى إلى غاية اندلاع ثورة 14 جانفي 2011، وكنا ننعم أسبوعيا بالحوار في كل الموضوعات وبالطرائف والنكات التي كان يرويها صديقنا عبد الرزاق. وقد عرف أخونا الشيباني رحمه الله بلطفه وخفة ظله هو الآخر وبحبه للمزاح سواء في هذا المنتدى أو بين زملائه بالكلية، فضلا عن دماثة أخلاقه ووفائه ومحبته لأصدقائه وزملائه. في المجال الأكاديمي اهتم المرحوم بتاريخ المؤسسات في الفترتين الحديثة والمعاصرة،
وخط نحو 20 مؤلفا بالإضافة إلى أسهامه في بعض الندوات العلمية بعدد من الدراسات ونشره بعض المقالات في عدد من المجلات من قبيل المجلة التاريخية المغربية والمجلة العربية للدراسات العثمانية ومجلة جمعية الجودة للتربية على نحو ما هو مبين في المعرض المقام على هامش لقائنا هذا. فقدنا في اليوم الخامس من أوت فعلا صديقا وفيا ورجلا فاضلا وعالما، ندعو له بالرحمة وأن يتقبله برضاه الله برضاه ويسكنه فردي الجنه ورزقنا وعائلته الكريمة جميل الصبر والسؤال، وإنا إليه الله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكرا. شكرا. الكلمة الآن للأستاذ عبد المجيد الجمل مدير قسم التاريخ بجامعة صفاقس. شكرا لمنظمي هذه الأربعينية. في البداية أقول إن الله وإن إليه راجعون، لقد فقدنا أستاذا كبيرا بالجامعة التونسية وبكلية الأدب صفاقس. بالرغم من كوني معرفتي لم تكن كبيرة بالأستاذ الشبالي المغيث، لكن إذا أردت من خلال هذه المعرفة القصيرة أو المحدودة أن أقول في بعض الكلمات، فأني ألخصها بقولي كالتالي: لقد كان الأستاذ الشبالي بن الغيث صادقا صدوقا، لقد كان الأستاذ الشبالي بن الغيث وفيا لأصدقائه، لقد كان الأستاذ الشبالي بن الغيث حريصا على مواعيده، لقد كان الأستاذ الشبالي بن الغيث يعني مثالا للأساتذة للطلبة في حبه للعمل وتفانيه في العمل، والدليل على ذلك إنتاجه الغزير. في الواقع باسمي وباسم كل أساتذة قسم التاريخ حاليا يعني أتوجه مرة أخرى بالعزاء لعائلة الشبالي بن الغيث ولكل الأساتذة ولكل كذلك سكان دوز وتونس بصفة عامة. في الواقع أستاذ الشبالي بن الغيث من خلال معرفتي به كان أستاذا يعني محترما، كان أستاذا يحترم الآخر ويقدره، وكان محل تبجيل وحفاوة من قبل الأساتذة والطلبة في كل الأماكن بما في ذلك، سواء في صفاقس أو في سوسة أو في تونس. وآخر الأيام معناها في قسم التاريخ في السنة الفارطة معناها باسمي وباسم كل زملائي قمنا بتكريمه، وكان ذلك في المستشفى، وقد زرته في المستشفى وكم كانت فرحته كبيرة بهذا الحدث. وقد كان يعني في الواقع أنا لم أصدق لما بلغني خبر وفاته رحمه الله يوم 5 أوت، لأنني قبل زيارته قبل فترة كنت بزيارته ووجدته تقريبا نفس النشاط نفس الحيوية، وقال لي راهو يعني في جمعة وش نخرج، قال لي لا بأس، قال لي وكان حريصا على يعني مزيد العمل ومزيد الإنتاج. إذا قلت الأستاذ الشبالي بن الغيث كذلك كان في علاقته بزملائه يعني إنسان خفيف الروح، كان الناس الكل يحبوه، كان إنسان يشجع الطلبة على العمل وعلى الإنجاز، كان أين ذهب وأين حل فكان محل ترحاب وكان محل حفاوة. وهذا ليس هذا، أقول هذا الكلام بكل تلقائية، قلت معناها أنا في الواقع دخلت الجامعة معناها وتحصلت على الدكتوراه سنة 2008، يعني عندما يعني خرج الأستاذ الشبالي بن الغيث، لكنه بعد خروجه كان ينتج على عكس الكثير، كان واصل إنتاجه الغزير، وكان لآخر أيامه يقوم بالإنتاج. وفي السنة الفارطة زارنا الكلية وقدم العديد من إنتاجه وآخر إنتاجاته، لأن كان مثالا في حب العمل في الإنتاج، وكان مثالا في التفاني في العمل، وكذلك في علاقاته بأصدقائه. لأن كل صراحة فقدت دوز، فقدت كلية الأدب صفاقس، فقدت الجامعة التونسية رمزا من أهم رموزها في التاريخ الحديث. وشكرا. نرحب بالأستاذ والدكتور سالم الأبيض
ذياتا خصيصا لهذه التظاهرة، وكذلك الوفد المرافق له. فليتفضل سي سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أقدم التعازي الحارة لعائلة الفقيد أستاذنا الجليل سي شبلي بلغيث، وإن كانت متأخرة شيئا ما، باسمي وباسم كذلك الأخ الأمين العام لحركة الشعب سي زهير المغزاوي اللي حضر معنا اليوم، وباسم معناها كافة الأساتذة والباحثين وكل أصدقاء معناها الشيباني بن بلغيث. الواقع أني عرفت الأستاذ الشيباني بن بلغيث في السنوات يعني وسط التسعينات وبداية الألفية الثانية، وكانت المنتديات التي يقيمها الأستاذ عبد الجليل التميمي في مدينة زغوان الإطار الذي وفر لنا الفرصة لكي نلتقي ونتحاور ونتباحث في الكثير من القضايا العلمية التاريخية والسوسيولوجية والبحثية بصورة عامة. أريد أن أنوه أن الأستاذ الشيباني بن بلغيث وهو الأستاذ الجامعي في مجال التاريخ الحديث والمعاصر قد أضاف إضافة حقيقية للمكتبة العربية والمكتبة التونسية والمكتبة الإنسانية بصورة عامة، وقد اشتغل على 3 محاور رئيسية بحثية مهمة جدا، وهي اشتغل على الجيش التونسي وعلى المؤسسة العسكرية وعلاقتها يعني بالدولة والمجتمع في تونس، واشتغل على القضاء في تونس، واشتغل كذلك على الأحداث. تقريبا البحوث الكبرى للأستاذ الشيباني كانت تدور في فلك هذه المحاور الواسعة والعريضة، ولكن ما يجدر قوله هو أن بحوث الأستاذ الشيباني في مجال حول الجيش التونسي التي هي في واقع أطروحة الدكتوراه مرحلة ثالثة قدمها بإشراف الأستاذ عبد الجليل التميمي ونشرت في مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، هذه الأطروحة هي أطروحة متميزة وهي مرجع مهم للباحثين والدارسين في المجال العسكري في تونس، وإن اهتمت بالفترة الممتدة فترة حكم محمد الصادق باي من 1855 إلى 1882. في هذه الأطروحة اكتشف الشيباني بن بلغيث العلاقة الحقيقية بين الدولة والمجتمع، وهو أول من نبهنا حتى قبل الدراسات المغربية لوجود مناطق سيبة ومناطق مخزن في تونس. هذه أطروحة مغربية، السيبة والمخزن يعني السيبة هي القبائل والمجتمعات المحلية التي كانت تخضع للسلطة المركزية للملك، والمخزن والسيبة هي القبائل السائبة مثل قبائل معناها الأطلس والريف المغرب. هذه الأطروحة درسها الشيباني بن بلغيث من خلال المؤسسة العسكرية، وأظهر لنا في كتابه المهم كيف كانت المحلة وهي المؤسسة العسكرية في عهد محمد الصادق باي التي كانت تقوم بتجوب البلاد شتاء وصيفا، لديها رحلة الشتاء، وهذه الرحلة معناها تذهب فيها إلى مناطق الجنوب ومناطق الساحل الجنوب لأن هي موجود فيها التمور خاصة الجنوب الغربي ومنطقة توزر والجريد فيها التمور لتقوم بالجباية للدولة من هذه الثروة، ومناطق والزيتين المناطق فيها الزيتين في الجنوب ولا في الساحل ولا في جبل صفاقس، وثم من رحلة الصيف اللي هي فيها الثروات والمنتوجات الحبوب. ولكن
هذه المحلة وهي المؤسسة العسكرية المتنقلة التي كان يرأسها أحد أفراد الأسرة الحاكمة من القادة المقربين للبيت، يعني في الكثير من المناطق التي جابتها في الشمال الغربي أو في الجنوب تعرضت معناها للتمرد وتعرضت للرفض، ورفضت معناها الكثير من القبائل والمجتمعات المحلية. تحدث عليهم الشيباني بن بلغيث في كتابه في منطقة نفزة، في منطقة عمتون، في منطقة بوشتاتة، في الجنوب التونسي، في منطقة بني زيد، في ورغمة، كانت تهاجر إلى الحدود الجزائرية أو تهاجر إلى الحدود الليبية، التخوم الجزائرية والتخوم الليبية، لأنه لم تكن هناك حدود في تلك الفترة. الحدود رسمت بصفة نهائية سنة 1910. كشف لنا الشيباني بن بلغيث كيف أن الجيش التونسي لم يكن إبان حكم صدق باي أن يسيطر على الكثير من المناطق، لأن العلاقة بين الدولة وهذه المناطق والقبائل لم تكن إلا علاقة جباية فقط، لم تكن علاقة دولة بمجتمع الدولة تقوم بإحداث منشآت عمومية، بإحداث طرقات، بإحداث مشاريع، بإحداث كما هو دور الدولة في أي مكان. في تونس مع الدولة تقريبا متمركزة في العاصمة ولها جيش قوي، وهذا الجيش القوي يذهب لابتزاز القبائل والمجتمع المحلي، وكانت هذه الأموال سرقت في عهد محمد صدق باي، ووقع تهريبها إلى فرنسا، ودينت تونس بديون كثيرة، ومن بعد جيل الاستعمار تعرفوا القصة بتاع الكوميسيون المالي وغيرها. المهم أنا هذه الأطروحة المتميزة للشيباني بن بلغيث تمثل علامة في المكتبة العربية والمكتبة التونسية، وأهميتها كذلك معناها تبين لنا طبيعة هذه العلاقة، والدليل أنه سنة 1861 وسنة 1857 لما وضع معناها عهد الأمان، ثم بعد ذلك دستور تونس سنة 1861، سقط بحركة القبائل في سنة 1864 وألغي مباشرة. استنجد الباي بالباب العالي، ومعناها طلب منها أن يعود لحمايته بعد أن كانت هناك بوادر استقلال أولى سقطت مع إسقاط معناها دستور 1864 من قبل ثورة القبائل بقيادة معناها علي بن غضاهم في معناها منطقة القصري. أطروحاتي كذلك في المسألة القضائية مهمة، وحتى البحوث الجديدة التي رأيتها ونشرها بعض الباحثين من المؤسسة العسكرية الذين تقاعدوا ما كان لهم أن يقوموا بهذه الدراسات لو لم يرجعوا إلى أطروحة الشيباني بن بلغيث حول المسألة القضائية في تونس. مسألة الأحباس للأسف، أنا أقول للأسف لأن الرئيس المرحوم الحبيب بورقيبة قام بحل جمعية الأحباس اللي كان فيها الكثير من الفساد، ولكن مؤسسة الأحباس وقع قراءتها يعني قراءة غير موضوعية، لأن اليوم الكثير من الجامعات في العالم والمستشفيات الكبرى في أمريكا، في بريطانيا، في غيرها لها أحباس في شكل مؤسسة فونداسيون وتقوم بتمويلها وحل مشاكلها. يكفي أن هارفارد ميزانيتها 30 مليار دولار اللي هي ما يقارب 100 مليار دينار تونسي، يعني ما يقارب مرتين أو أكثر ونصف من الميزانية التونسية، قائمة على فكرة الفونداسيون، على فكرة الأحباس. الشيباني بن بلغيث في الواقع سهل لنا وقام بدراسات كثيرة حول جمعية الأحباس وحول الأحباس في تونس، وأراضي الأحباس اللي توا ومعناها وقت خرج الاستعمار الفرنساوي في سنة 1964 عندما وقع معناها التأميم في قرار 12 ماي، يعني اللي وقع هو أن أراضي الأحباس لدراسة الشيباني بن بلغيث في كتاباته بجدية كبيرة هي اللي اعتمدت عليها أراضي الدولة فيما بعد، وأنشئ لها ديوان الأراضي الدولية في وزارة الفلاحة، واللي كانت تقدر أغلبها أحباس عزيز عثمان وأحباس سيدي مهذب والكثير من الأحباس الأخرى اللي هي كانت محل دراسة عميقة في بحوث الشيباني بن بلغيث. وهذه الأحباس الآن ضاع منها، يعني إذا كنا نلوم على جمعية الأحباس كان فيها الكثير من الفساد اللي أسسها خير الدين سنة 1875 من أجل عقلانة الحبس ومن أجل ترشيده ومن أجل توظيفه من قبل الدولة، الآن ضاع لنا منها 470 ألف هكتار. كانت هذه الأراضي سنة 1964
870 ألف هكتار، الآن لم يتبقى منها إلا 400 ألف هكتار، وقع توزيعها في شكل ريع في عهد حكم الحبيب بورقيبة، وكذلك حتى في عهد حكم بن علي للمقربين وللأصدقاء وغيرهم. الشيباني بن بلقيس كان علامة مذيئة في الجامعة التونسية، كان دائم المشاركة في المنتديات، كان معناها كان يقضي ساعات وساعات في الأرشيف الوطني، معناها كان دائما له مكان خاص به في الأرشيف الوطني، يقوم بالبحوث وجمع المعلومات حول القضايا التي كان يدرسها. كذلك كان له مكان في الأرشيف، أرشيف جمعية الأحباس اللي هو لم يلحق بالأرشيف الوطني إلا في مرحلة متأخرة جدا. كان هناك أرشيف خاص به في منطقة التجيام، كان في الواقع مدرسة جديدة تشكلت، كان أحد رموزها الشيباني بن بلغيث وأساتذة وباحثين جدد في علم الاجتماع وفي التاريخ وفي التاريخ المعاصر وفي تاريخ الزمن الحاضر. كسروا عملية الاحتكار، لأن هناك قضايا محلية وقضايا وطنية وقضايا تاريخية وقضايا تتعلق بالمقاومة وتتعلق باليوسفية وإعادة تشكيل تاريخ تونس من خلال معهد تاريخ الحركة الوطنية والذي هو معهد تونس التاريخ المعاصر الآن ومع ومؤسسة ميمي. هذه كلها في فترات الستينات لما كان البحث مقتصر على أساتذة معناها في التاريخ، معناها اللي درسوا منطقة جريد ومحمد الهادي الشريف ومعناها خليفة شاطر وكثير من المؤرخين، اللي كانت نوعية الدراسات اللي يقوموا بها دراسات بما تسمح به الدولة وما تسمح به فلسفة الحكم في عهد بورقيبة. مع التسعينات ظهرت هذه المدرسة الجديدة التي تهتم بالجماعات الهامشية، بالجماعات الغير مدروسة، بالقبائل، بحركة المقاومة المسلحة، يعني قراءة مدرسة جديدة. يعد الشيباني بن بلغيث أحد روادها. في هذا اليوم نحيي روحه ونعزيه، ونتمنى من الجمعية التربوية التي نظمت هذا الملتقى أن تجمع أعماله وتنشرها في الأعمال الكاملة للشيباني بن بلغيث، تكون متاحة لكل الدارسين وكل الباحثين، وأن ينتظم له مهرجان سنوي. أنا كنت أستدعيه في ملتقى كنا ننظمه في جرجيس، منتدى نور الدين سريب، المرحوم نور الدين سريب للتاريخ الاجتماعي، وقد شارك معنا في أكثر من مناسبة. نتمنى أن تتحول هذه المناسبة إلى مناسبة قارة سنوية أو مرة في السنتين أو في ثلاث سنوات، ملتقى فكري لدراسة أفكار الشيباني بن بلغيث في القضايا التي كنت أتحدث فيها، وأن يقع تطويرها. شكرا وبارك الله فيكم. شهادة أخرى من صديق وأخ لمدينة إدوز و للدكتور الشيباني بلغيث وهو سعد الرزاق كمون، فليتفضل. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هيأتنا معادلات الطب لأوان الفراق، ولكن ظللنا ننتظر المعجزة في غير أوانها ولم تأتي. رحل الشيباني شابا في عز العطاء، وعلى مكتبه مشاريع أبحاث لم تكتمل ولن. عاش عمرا رحبا وكثيفا، لا تصلح السنوات وحدة قيس لعمره الشاسع، إنما هي الأعمال الصالحات التي يفيض حسابها على حساب السنين. اتسع العمر لتأسيس أسرة وتربية أبناء وأحفاد يرفعون الرأس علما واستقامة، واتسع لتوثيق وشائج القربى بين أفراد عائلة ممتدة كان عميدها حبا وإعزازا، واتسع عمره لبناء صداقات مثمرة مشرقا ومغربا لم يزايلها الدفء أبدا، واتسع لارتياد مجاهل في البحث التاريخي لم يسبق إليها عندما اختار البحث في تاريخ المؤسسات العسكرية والقضائية والوقفية، واتسع العمر لنشر المعرفة درسا أكاديميا في مدرجات الجامعة ومحاضرات تنويرية في الملتقيات والندوات،
واتسع للمشاركة الفاعلة والمثمرة والمؤثرة في تأسيس وإدارة الجمعية التونسية للجودة في التربية، هذه التي نلتقي اليوم في رحابها لنسجل أول غياب له عن منابرها، واتسعى لتقديم الدروس في التوعية الدينية في جامع الحي بنفس تنويري فيه جهد واجتهاد، واتسع العمر لعمل زراعي دؤوب في غابة كان يحضنها كحبيبة ويكتشف فيها البرعم حين تفتق ويحتفي بعطائها الذي يشرك فيه كل أحبابه مكرمة وتحدثا بنعمة ربه. ما أرحب هذا العمر الذي لم يحده الغياب بل زاده شساعة ورسوخا وألقا. سيسأل عنه فيما أنفقه وسيرجح ميزان حسناته بما أحصينا وبما عند الله وهو خير وأبقى. فلتقر عينك يا صديقي يا أبا أنيس ويا أخي الذي لم تلده أمي، ترجلت أيها الفارس وعادت نفسك المطمئنة إلى ربها وتحررت منا وظللنا أسرى حبنا لك وذكرياتنا معك. صرت في غيابك الأشد حضورا، حضور يملأ الوجدان ويربي الشجن. وماذا أقول وكنت من عاداتي الأثيرة، نلتقي يوميا نتحدث في كل شيء ونخلط هزلا بجد، ويستحيل حديثك عسلا كلما تعلق الأمر بدوز دوز الحنينة، وإذا مالت تونس دوز تقعدها، وإذا مالت دوز يا خرافة خرفي. وكان ينضح حديثك بمشاريع بحثية تسكنك دائما، وقد شرفت بنشر معظم كتبك وإخراجها للناس في مكتبة علاء الدين. كنت واسطة العقد في مجلس الأحد في المكتبة، وكم تباهيت بأنك تحضر إلى المكتبة أكثر مما أحضر. أتيت معك إلى دوز في أول مرة وفي التاليات، قاسمتك حبها وحب أهلها، انخرطت في ندوتها العلمية وفي جمعياتها، وتجرعت معك مرارة فقدي أحبابنا الراحلين الغالين عبد العاطي والعيدي والحج الصافي وغيرهم. واليوم لا أجدك تقاسمني مصيبتي فيك وفي فقدك. أدمنت صحراءكم، دخلتها خائفا أترقب، فوجدتها معك أمانا وأنسا ومدا من الجمال بلا ضفاف. واليوم رحلت وننتظر وأنت في مسام الروح والوجدان باق باق باق. ستظل وستتوهج ذكراك بكل معاني الخير الذي زرعت. طوبى لروحك ولأرواح كل الراحلين الذين تركوا الدنيا أفضل مما وجدوها بما أعطوا وبما أضافوا. وسنبقى على العهد ما بقينا نذكرك ونستمطر شآبيب الرحمة على روحك، وندعو لك وننشد السلوان العصية في فقدك أخا عزيزا يعز تكراره. أمام الموت نقف بلا حول ولا راد لما أراد الله، والله أكبر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الآن مع الدكتورة نعيمة الفقيه عضوة الجمعية ودكتورة في علم الاجتماع السكاني، تفضل. شكرا. صباح الخير، نرحب مرة أخرى بالناس الكل.
في البداية أود أن أقول رحم الله سي شيباني بلغيد كعضوة من أعضاء الجمعية. أنا أقول إن شاء الله ربي يأتينا بالصبر. فعلا قدما أكون عضوة في الجمعية لم أكن أعرف سي شيباني بلغيد، لكن تعلمت منه الكثير رغم أني باحثة ولي مسار طويل، لكن أضاف لي المزيد. أقول أن دكتور سي شيباني بلغيد فعلا كان الأب الروحي لجميع أعضاء الجمعية. ما شدني إليه أنه كان علم من أعلام تونس، لم يكن كفاءة علمية فقط، بل تعلمت منه أيضا التضحية والوفاء والصبر. لم أكن على دراية في البداية بأنه مريض، في آخر يمكن مراحل من المرض علمت بذلك، واستغربت القوة التي كان يتمتع بها. لأخر دقائق كان يحثنا على العمل، يحثنا على النجاح، ولم يكن يشتكي ولو دقيقة. كانت الابتسامة لا تغادر محياه. وما تعلمت منه هو معنى الإنسانية. لا يكفي اليوم في تونس أن تكون كفاءة علمية، بل لابد أن تمرر ما لديك من مخزون علمي وثقافي بطريقة سلسة، بالمحبة وروح الفكاهة التي تحدث عنها الجميع. الكلمة التي تواترت وسمعتها جميعا هي أن الدكتور شيباني بلغيد كان رجلا طيبا. أنا أقول أن تونس خسرت هذا الرجل، ولا يكفي أن نتحدث عن الرحيل الذي ألمنا جميعا، بل ما أعجبني هو جميل الأثر. عندما يكون هناك شخص تتحدث عنه أعماله، تتحدث عنه خصاله، معاملته مع المثقفين وغير المثقفين سواء من دوز أو خارج دوز، فهذا يعلمنا شيئا جديد، يعلمنا معنى الروابط الإنسانية. لقد ترك فرارا كبير في نفوسنا كباحثين، ككفاءات، كمجتمع مدني، كمواطنين. ترك فراغا لجهة ولدولة فعلا هي في حاجة لمثل هذا الرجل. أنا لم أخط كلمات ولن أخط كلمات، لأن الكلمات لن تفيه حقه، بل أدعو الجميع إلى المشاركة في أن نحيي تاريخ هذا الرجل ونعرف بأعماله حتى يعرفها جميع الأجيال سواء الصاعدة أو الغير الصاعدة، لنعرف تاريخ تونس الحقيقي وكيف خطه هذا الرجل. وربي صبرنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون مرة أخرى. شكرا. رحم الله سي شيباني بلغيث برحمته الواسعة. أذكر آخر أيامه وآخر زيارة له عندما اشتد به الألم وقرر العودة إلى دوز، وكأنه كان يعلم بوفاته وبآخر أيامه. قال لنا خالص مع الجمعية، ما قصرتش مع الجمعية، وحتى العدد السابع محطوط في المطبعة. رحمه الله برحمته الواسعة. كان حريصا حتى في آخر أياماته على الدقة في العمل وعلى الدقة في الإنجاز. كلمة الآن لصديق الأستاذ الدكتور شيباني بلغيث سي ساسي بن أحمد، متواجد في المملكة المغربية، أراد أن يشارك في هذا الحدث، والكلمة سيقرأها شقيقه سنوردي بن أحمد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أتوجه بالشكر لكل من حضر معنا هذا الموقف
الذي مكرر فيه الدكتور شيباني بالغيث. وقبل أن أقرأ كلمة أخي العزيز الساسي بن حمد المتواجد بالمغرب، ورغم أنه يسعدني أن أكون جسرا بين الأخوين الساسي والدكتور الشيباني لقراءة هذه الكلمة، لكن الدكتور الشيباني يعنينا جميعا. هو كان لنا بمثابة الأب والأخ والصديق، تعلمنا منه الكثير. ربما الجانب تحدث عن السابقين عن العديد من الجوانب، لكن الجانب الذي سأتحدث بإيجاز عنه أن تعلمنا أهم القيم العربية الإسلامية من الدكتور الشيباني الغيث. تعلمنا منه كيف ندافع عن قضايانا العربية، وخاصة وعلى رأس القضية الفلسطينية. كنا نتعلم منه الكثير، كما تعلمنا من أخينا الأخ العزيز علينا أيضا العيدي بالغيث. كنا نتعلم منهم الكثير من القيم والمبادئ السمحاء التي تربينا عليها. والآن انتقل إلى كلمة أخي وشقيقي الساسي بن أحمد. ببارغ الحزن والألم ودعنا إلى جنة الخلد ابن عائلتنا الموسعة أولاد يحيى ابن دوز ونفزاوة والبلاد التونسية الدكتور شيباني بالغيث، أستاذ التاريخ بالجامعة التونسية. نظرا لشخصيته الفذة والمتميزة والمؤثرة والقرابة التي تجمعنا، ارتأيت من الواجب أن ألقي الضوء على جزء ضئيل من خصاله التي مثلت نبراسا وطريقا واضح المعالم والحدود لمن عرفه وعاشره أو تتلمذ على يديه. كان المرحوم شعلة من النشاط الدؤوب والمنتج، قل ما نجده في شخص آخر، فهو أشبه بساكن اليابان، وفعلا كان حركيا كثيرا والجميع يشهد بذلك، بساكن اليابان في حركته اليومية المتناسقة والهادفة دون ضجر أو ملل. فهو المدرس والمشرف على أطروحات طلبته والباحث والفلاح، ينتقل بشكل مستمر وفي وسائل النقل العموم من صفاقس محل سكناه إلى العاصمة للبحث العلمي أو إلقاء محاضرات أو حضور وإثراء ندوات، ومن صفاقس إلى دوز لزيارة العائلة وتنمية غابة النخيل التي غرسها بيديه، وهي الآن في حالة إنتاج تشهد على عرق جبينه المبارك والمثمر. من صفات المرحوم تلك الابتسامة التي لم تفارق محياه، فلم أره ولو مرة واحدة في حياته في حالة غضب أو رافعا صوته أو متجهم الوجه. فمنذ سنتين وبعد تادية مناسك الحج كان يستقبل زواره والألم يعصره نتيجة زكام شديد ألم به، ضاحكا مبتسما ويجيب على كل أسئلة من حج ومن لم يحج بعد. كان المرحوم صاحب نكتة وابتسامة وروح خفيفة تشعر جليسه بالقرب وببساطة طبيعته وليست مصطنعة. ومما ذكره عن زميل مصري عندما عرف أن اسمه هو الشيباني وليس لقبا، قال له باللهجة المصرية ومتعجبا: أهلك مستعجلين على إيه؟ سموك شيباني وأنت باقي صغير. من خصائص المرحوم معرفته الدقيقة بالمدينة وأهلها وبالصحراء ومضاربها، وكان يرتاح كثيرا لقضاء أيام ربيعية في الصحراء، خاصة مع معلمي أولاد يحيى الذين كانوا يبرمجون رحلاتهم على ضوء مجيئه من صفاقس. لقد حفظ المرحوم القرآن الكريم وألقى خطب الجمعة في جامع أولاد يحيى، وقرض الشعر: بكل حزن أرثيك بالأبيات التي رثيت أنت بها أخاك العيدي منذ سنتين، ترحلت وحدك بين الصفوف كأنك تعرف قبل السبيل سواك صغير وأنت كبير وما عرفوه عنك قليلا، وغيرك تاه خلف الزحام ووحدك كنت نسيجا أصيلا، تقبلك الله برحمته الواسعة وطيب ثراك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ساسي بن أحمد دوز. شهادة أخرى اسمحوا لي أن أقرأها بتكليف من الأستاذ أحمد البخاري الشتوي الذي تعذر عليه الحضور معنا للإدلاء بشهادته حول صفات الدكتور شيباني بالغيث.
رحم الله الأستاذ الشيباني بلغيث رحمة واسعة، كان من الجيل المراهن على الرقي المعرفي بالمثابرة في طلب العلم. كان لا يتردد في شد الرحال من دوز إلى تونس أو من صفاقس إلى تونس في كل أسبوع، غالبا للوقوف على مرجع بدار الكتب الوطنية أو مكتبة إبلاء أو مكتبات جامعية عديدة بالعاصمة. يتحمل مشاق السفر رغم تقدمه في السن، ولا تسأل عن سنوات البحث للحصول على الدكتوراه، كانت سنوات كد وجد ومجاهدة بيتم معنى الكلمة. ذهب الجيل الذي يولي كل الأهمية للتربية وللعلم، ذهب الجيل الذي يبذل قصارى الجهد من أجل الارتقاء في السلم الاجتماعي بواسطة الرقي المعرفي ولا شيء غير ذلك. لا أريد التشاؤم واليأس والقنوط، لكنه جيل متميز صار إلى التناقض شيئا فشيئا. دوز وتونس قاطبة واللاد لا شك في ذلك، والتميز في كل مرة يرفع رايته أبناؤنا سواء في دوز أو في أي بقعة من تونس معطاء. لكن نقول لكل جيل خصوصيته التي يتفرد بها، وقد تفرد المرحوم الشيباني بلغيث بالهدوء والدعابة والمثابرة والمراهنة على العلم والصبر في طلبه مهما تشعبت السبل إليه، وحسن النية وسلامة الطوية والمسالمة بعيدا عن التشنج والانفعال، وهي لعمري صفات الباحث الرصين المثابر. رحمك الله رحمة واسعة، ورزق كل أفراد العائلة والأقارب والأصدقاء والزملاء جميل الصبر والسلوان. أحمد البخاري الشتوي، دوز. نبقى مع الشهادات، والآن مع سي شريف بن محمد. سعد الله صباح الجميع. في الحقيقة سأتحدث عن سي الشيباني بلغيث باعتباره شاعرا شعبيا. نحن نعرف سي الشيباني الباحث الأكاديمي المحاضر، ولكن له وجه آخر هو الشعر الشعبي. صحيح أنه ليس شاعرا مكثرا، بل هو من المقلين، ولكن في القصائد القليلة التي وجدتها له وجدت نفسا شعريا واضحا يمكن أن نستشف منه روح البدو. في 4 دقائق لا أكثر ثم قصيدة، ربما العدد ليس كافيا العدد الموزع، ولكن سنقرأها لتتبين هذه الروح الشاعرة. سي الشيباني، عام 84 يراسله أخوه العيدي الله يرحمه ببيت شعر واحد فيقول: تمنيت تلفل دوز زي العادة وترحل معانا الوكرنا وردان. لأن سي الشيباني شغل عامها بدراسة الأولاد وبالبحوث العلمية، فلم يستطع الرجوع في موسم الربيع للرحيل إلى الصحراء كالعادة. فيفترض أن بيت شعر واحد يرد عليه مثلا ببيت شعر واحد، لكن سي الشيباني رد بخمسة مقاطع كالعادة في المبارزات الشعرية. رد بملزومة فيها ما يلي: الطالع ربيع الهني والسلام غالي منا، على نجعنا ودمنا يهب الفلك وتنال ما تتمنى. يقول: يهب الفلك لواتا نديروا معيز ونرحلوا فوقاتا، نخضوه صافي من ضروع ماتا ويرجع ربيع الزمان كيف ما كنا، في بر زاهي مخلطة شوباتا أشعاب الرحاء فيها قديم سكنا. ربيع الهني والعادة ربيع الهني للنجع في ميعادة، تمنيت راه الوقت على المعتادة محال يقعد نجعكم يستنى، ومحال نترك برنا وردادة بين الحيوط النفس للها غبرنا. ربيع الهني والراحة يدوم نجعكم والدوم فيها فراحة، تمنيت راه البيت في مطراحة، يقصد بيت الشعر، تمنيت راه البيت في مطراحة وفيه نصهر وفيه الأغنية تغنى، وسعي الشراكة يدور قرب مراحة بسرحة والع ومام يتهنى. يهب الفلك كيواتي ونرحل قدا برا عليه نهاتي، الظاهر عليه القول ديما مواتي، وفي البيت يبدأ الشعر كابر فنة، وفي البيت
نلقى راحتي وهناتي مع ناس عشرتهم ربيع جن. يختم فيقول: ربيع الهني لأحبابي، كأنه يخاطب أخاه مباشرة. ربيع الهني لأحبابي، ربيع الهني لرفاقتي وأصحابي، ما هو عليك الحال مش غابي، والله لو ما الذر ما تهونا، قاعد نزيلك وفص غالق بابي، وفي برنا بيت الشعر مسكن. الحقيقة هذا النص بإيجاز ودون أن أطيل، عمره 35 سنة، ولكن قيمته أنه يقال من قبل كل من تحجزه المدينة عن التمتع بصحرائه. فالنص إذن وثيقة دالة على المزاج العام للبدوي الساكن في المدينة. في النص، لأنني الآن أشتغل في الناحية العلمية على روح البداوة وكيف استمرت من الشعر الجاهلي للشعر الشعبي التونسي، هذا النص مثال جيد على أن البداوة تسكن هذا الرجل رغم صفاقس ورغم المدينة ورغم البحوث العلمية، ولكنه رجل صحراوي بامتياز، يعني يحكي على شعاب الرحاء، على الظاهر، على النجع، على الدمن، وهي كلمة عتيقة معتقة لم تعد متداولة حتى عند الناس على بيت الشعر. وفي المقابل فإنه يشكو شكوى واضحة من الحيوط، من القفص غالق الباب. فالحقيقة حتى لا أطيل، يعني النص مهم، ويبدو أنه إذا كان التاريخ وثائق وإحصائيات ومقارنات ودرس علمي جاف أو هكذا يخيل، فيبدو أن السي الشيباني الله يرحمه يلين الأمر كله بالشعر، وفيه الأمنيات، وفيه الحلم، وفيه الرغبة في عالم جميل فقده وقتيا ويحن إليه شعريا. بارك الله فيك. شكرا. الحقيقة سأتحدث في 3 دقائق، وسأنوه بما قاله الدكتور سامي الأبيض. الحقيقة أشار إلى عليها كتبه ودراسته، وفي هذا الاتجاه في هذا المطرق سأواصل من خلال تدخل عنوانته بشيباني بابن الغيث والتاريخ من المحلي إلى الوطني والقومي. سأركز على البعد القومي، البعد الوطني والقومي في مؤلفات شيباني بابن الغيث. تعرف أن ثقافة الفقيد أكاديمية علمية، لذلك تعمق في دراسة التاريخ إلى درجة أنه حرص على أن يكون مكتوبا. فكتبه التي تنهز 20 مؤلف خير دليل وخير شاهد على الدور الريادي والفعال في إثراء المكتبة الوطنية وتنشيط حركة ثقافية في تونس. المتأمل في كتب الشيباني ودراساته يقف على حقيقة ربط التراث بالتاريخ، ويتضح ذلك من خلال دراسات ومحاضرات الرحلات في الأدب الشعبي نوفمبر 88، وضع القبائل في الفزاوة قبل الحماية من خلال الوثائق والذاكرة الشعبية نوفمبر 91، قبائل ورغمة خلال القرن 19، النخيل في نفزوة ودوره الاقتصادي والاجتماعي في القرن 19. هذا ظلي أكثر برشا على 3 أو 4 محاضرات عملها في ملتقى المرزوقي، دورة ملتقى المرزوقي كان دائما الحضور. هذا يعكس وطنية من ناحية، وهاجس الرصد والتاريخ والمتابعة والدراسة والتدقيق من ناحية ثانية. كان الشيباني يعتبر أنه لا يمكن الوصول للتاريخ إلا بالبحث والتنقيب انطلاقا من القرية والمدينة والجهة، حتى نكشف عن كل ما هو مغمور ومجهول. الشيباني يصبغ على الحدث التاريخي أبعاده المحلية والجهوية والوطنية والعربية، ويستند في ذلك إلى المناهج والتقنيات العلمية الحديثة. لقد توفرت عند الشيباني عدة خصال نادرة، منها الغيرة على الأصالة العربية الإسلامية، الحنين إلى الوطن الأول والتعلق بالتقاليد البدوية، التدقيق فيما هو شفوي ومكتوب، التمييز بين ما حملته الذاكرة الشعبية وما دون في الوثائق. لذلك تصفت كل دراساته ومؤلفاته بالأمانة والدقة والحذر. الحدث الوطني، خصص الشيباني جانب هام من بحوثه ودراساته لتسجيل وتوثيق الأحداث الوطنية في تاريخ تونس الحديث والمعاصر. من هذه الدراسات: الجيش التونسي في عهد محمد صادق باي، النظام القضائي في تونس من 1857 إلى 1921، التاريخ العسكري في تونس 1837 إلى 1856، وشاركة البعثة التونسية العسكرية في حرب القرم 1854-1856، تاريخ الأوقاف في تونس، جمعية الأوقاف والاستعمار، بورقيبة والأوقاف،
إلى آخر ذلك من المؤلفات فيها. أنا أركز على الناحية الوطنية. نجوا الآن البعد القومي. لم يفت شمالي البحث والتدقيق في القضايا العربية والأحداث ذات البعد القومي، وهو ما يتجلى خاصة في دراسة الضافية حول الاستيطان الصهيوني في فلسطين، قدمها محاضرة على منبر اللجنة الثقافية المحلية بدوز عام 1971. عام 1971 محاضرة، وإن شاء الله نبحث عليها، إن شاء الله نلقاها في منبر اللجنة الثقافية بدوز، ألقى محاضرة في دار الشعب بعنوان الاستيطان الصهيوني في فلسطين. ودراسة أخرى نشرها في مجلة جزائرية عام 70 بعنوان الثورة العربية الكبرى لسنة 16. هذا بالطبع، هذا من ناحية البعد الوطني، لكن لا يجب أن نهمل ونغفل رواد تونس وأعلام تونس. اهتمام كبير الشيباني بالأعلام، أعلام تونس ورواد تونس، من خلال كتب محمد بيرم الخامس ومحمود خروف. هذه قراءة أولية سريعة لكتب، وندعو لهم، ندعو للناس كلها راهي تطلع عليها، كما قالوا الخيان السيسان برضو الخيان، راهي مرجع، مرجع للكلام ذا، مرجع للطلبة، معناها ما لا مناص منها أن أي باحث يرجع لها. تقريبا تجي تصفح الكتاب، مرجع هام ووثائق هامة نرجعوا لها. هذه دراسة أولية إن شاء الله كما اقترح السيسان ربما والخيان، ملتقى حتى كل ثلاث سنوات كما ملتقى محمد مرزوقي، كل ثلاث سنوات ربما نتعمق في هذه الدراسات هذه. وشكرا. السلام عليكم، مرحبا بالحضور. الحقيقة هي كلمة مرتجلة، يعني تقريبا لم تكن مبرمجة، لكن بحضورنا في الاحتفال في تكريم من أو أربعينية المرحوم الشيباني بلغيف، لابد أن أشهد شهادة حق. وهذه الكلمة إذا طبعتها لخصتها في جملة، تواريخ لا تنسى أو لقاءات لا تنسى جمعتني مع المرحوم الدكتور الشيباني بن بلغيف. تقريبا ثلاث نقاط إذا طبعتها مش نتطرق لها في هذه الكلمة الموجزة. في فترة تحضيري لرسالة الدكتوراه، إذا أنا في الحقيقة لما كنت أعرف الدكتور الشيباني بلغيف فقط من خلال بعض مؤلفاته في الجامعة، ولكن انضمامي إلى هيئة الجمعية التنسيق الجودة في التربية فتحت لي باب إذن لأتعرف إلى هذه الشخصية إذن بعد حال الفذة في المجال العلمي. طرحت عليه إذن مساعدتي في ضبط إذن تخطيط لرسالة الدكتوراه، أو في على الأقل في إماطة بعض الغموض في التخطيط، فكان ترحيبه بذلك كبيرا وساعدني نطبخ المساعدة كبيرة في هذا الصدد. ثم النقطة الثانية، يوم المناقشة، مناقشة رسالة الدكتوراه في 16 يوليو 2016، تفاجأت وأنا في قاعة المناقشة بدخول الدكتور الشيباني بلغيف بمعية أعضاء الجمعية التونسية للجودة في التربية. في الحقيقة إذن شعور لا يوصف، يعني عندما شاهدت إذن قدوم إذن أصدقائي وأحبابي في الجمعية، وكانوا سندا لي في فترة المناقشة والمحادثة. كذلك النقطة الأخيرة بالنسبة لي، كان لي شرف تنظيم محاضرة حول مسيرة الدكتور الشيباني بن بلغيف عندما تم تكريمه من طرف جمعية أحباب نفزاوة سنة 2018 على ما أذكر، وكان لي شرف إذن إعداد محاضرة إذن الحال هي موجودة في هذا الكتيب تقريبا، كان عنوانها الشيباني بلغيف المسيرة والمسيرة، وكان لي شرف إذن الحال الاطلاع تقريبا على 19 مؤلف من مؤلفات الدكتور. أقول في النهاية سي الشيباني بلغيف إذن الحال صحيح أنه رحل عنا، ولكنه ترك بصمته إذا بعد حال في التاريخ، والإنسان يندثر صحيح، ولكن إذا بعد حال عندما يترك مصادر إذا بعد حال علمية فهو يبقى دائما اسمه خالدا في التاريخ. رحم الله الفقيد ورزق أهله جميل الصبر والسلوك. وشكرا. شكرا دكتور بلقيس الجمني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحيي هذا الجمع الكريم من أهل وأقارب وزملاء وأصدقاء المرحوم الدكتور الشيباني بلغيف. شخصياً عرفته منذ 10 سنين
عرفته رجلا متوازن الشخصية، طيب الخلق، مرن المعاملة، صاحب طموح كبير. والدليل على ذلك إحرازه على شهادة الدكتوراه وانتقاله من التدريس بالتعليم الثانوي إلى التعليم العالي بجامعة صفاقس. وكم تكبد حسب ما حكى لي العديد المرات من أتعاب في تنقله من صفاقس إلى العاصمة للبحث والتنقيب. وقد ذكر لي مرة أنه سمح له بالدخول إلى مكتب أرشيف بوزارة الدفاع واغتنم الفرصة وبقي الساعات الطوال الطوال للقراءة ولنسخ وثائق تخص تاريخ جهة نجاوة، وقد تكرم علي بنسخة منها. وكلما زاد علمه ازداد تواضعا مع عامة الناس، وكان عنصرا فاعلا في العمل للجمعيات، ومنها جمعية جودة التربية بمعية الدكتور بالقاسم بالغيث ومجموعة من مربي ومدرسي من مختلف الجهات. وكان المرحوم موكول إليه متابعة المجلة أفاق وطباعتها، كما أنه تولى الإشراف على طباعة ديوان الشيخ عمر بن جمعة رحمه الله. ولا يفوت إشعاعه على جامع الحي بأولاد يحيى وقيامه بعدة خطب جمعية على منبره تلقائيا. وكان عليه رحمة الله رجلا حركيا يزور المرضى ويحضر الجنائز بالجهة، رجل اجتماعي حديثه يشد إليه السامع. لقد ترك بصمات خالدة في عديد المجلات، بحيث كان فقدانه خسارة للجهة ولتونس جميعا، الجهة التي أحبها وتمسك بعاداتها وتقاليدها ولم يفارقها ولم ينقطع عنها رغم تجواله في عديد أماكن وبلدان. وهذه مشيئة الله، فالموت حق، مهما يعيش الإنسان فهو ميت لا محالة، ومهما يحب فهو مفارق لا محالة، فالموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. وللحديث وللمرء حديث بعده، وها كنا نستمع إلى شهادات الكثير من الناس على هذا الرجل. في الختام لا يسعني أن نتمنى لفقيدنا الشجاني بن غيث ولأقاربه الذين سبقوه مدرسون حاتم بالطاهر وشقيقه العيدي والكلامي بالطاهر والبشير بالطاهر وعلي بن منصور وعبد الله بن محمد وعبد الله بن محمد وعمر بن الأزهر الرحمة والمغفرة لهم جميعا. نطلب من الله العلي القدير أن يتغمدهم برحمته وأن يجازيهم على ما قدموا للناشئة وللعلم، وهم السابقون ونحن اللاحقون، متمنين حسن الخاتمة للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سي إبراهيم الرحال. كلمة نيابة عن عائلة المرحوم يقدمها الدكتور بلقيس بن غيث. استسمح العائلة لي أقول كلمة بالنسبة للعائلة، لأنه يعتبر واحد من العائلة. سي شيباني بن غيث عرفته هو منذ عقود. سي شيباني بن غيث كان حسن المعاشرة بينه وبين زوجته فاطمة، وأعرف ذلك جيدا، وكيف كانت المعاملة حسنة بينهما. وكان سي شيباني بن غيث يشجع أخت فاطمة في عملها في صفاقس وهي مدرسة تعليم ابتدائي،
ووصلت إلى درجة تميز في تدريسها، ووصلت إلى درجة القيام ببعض الدروس لفئة المعلمين المتربصين والمعلمين اللي هم حديثي العهد بالمهنة. وكانت فاطمة معروفة بتميزها بنشاطها البيداغوجي في المدارس التي قامت بها، وكان سي شيباني يشجعها كثيرا في هذا المجال. سي شيباني لم يقم ببعض بما قامه ببعض الآخر. سي شيباني استثمر في الموارد البشرية واستثمر في التعليم والعلم، ليس في مجالات أخرى إلا أخيرا في الفلاحة وغيرها مثل ما يفعل البعض. سي شيباني استثمار في الموارد البشرية وفي العلم والمعرفة رقم واحد، وكل ما عدا ذلك رقم اثنين. سي شيباني في العلم استمعنا إليه، وصل إلى درجة دكتوراه دولة وأستاذ تعليم عالي وأعلى رتبة في التعليم العالي. وكذلك استثمار في أبنائه، استثمار في أبنائه، وصلوا كلهم معناها أستاذة بنت إيناس وأنيس كيف مدرس معناها الآن في إحدى الدول في الخليج، وأسامة الآن في جابس، معناها كلهم وصلوا إلى درجات معناها متميزة في التعليم وفي المهنة وفي العمل. إذن سي شيباني وضع الاستثمار في أبنائه وفي عائلته وفي العلم قبل الاستثمار في مجالات أخرى. أخيرا اهتم في السنوات الأخيرة اهتم بالفلاحة النسبية. إذن هذا شيء معناها من المفروض يكون محل اقتداء، اقتداء للجميع جميع، لأن في الكثير من الأحيان رأنا البعض يستثمر في الفلاحة حتى قبل الأبناء، وليستثمر في الفلاحة حتى قبل العلم. وهذا أعتبره أنا شخصيا خطأ، ومن الضروري أن يكون سي شيباني مثالا يحتذى في كيفية تنظيم أموره في هندسة كيفية الهندسة، فهو مهندس فعلا، وهذا عنوان سنة وضعناه للمسة الشتوية إن شاء الله. ربما سي شيباني كان هنا فس في المجال هذا، هندسة الموارد البشرية، معنى كان يهندس فعلا في الموارد البشرية في أبنائه لإيصالهم إلى مستوى علمي، ثم ليتحصلوا على وظائف معناها عليا معناها يطمئنوا عليه. يعني معناها في نطاق العائلة معناها سي شيباني كان فعلا اهتم بعائلته، اهتم بأسرته، اهتم بزوجته، اهتم بأبنائه، وحتى أبناء أخوته. أخيرا معناها في احنا كلجنة عملنا لجنة في الإعداد هذه الأربعينية، أخيرا سمعت ولد أخوه طارق يقول إيناس بنته يقول بابا يعمل هيك وهيك، بابا كلمة بابا، يعني كلمة بابا حللتها، عملت تحليل ضمني، فعبارة باباي معناها تدل على عدة أشياء، تدل على المحبة بينه وبين معناها أبناء أخوته إلى آخره، معناها هذا شيء معناها إيجابي جدا. فكانت علاقته العائلية مع سلعيدي مع أخوتي مع المرحوم معناها مع اثنين أخوته الاثنين الله يرحمه، معناها كانت علاقة جيدة كيف مع معناها أقاربي فيها حول الديحة، مع إبراهيم مع بنو خال يقول له خال، وكلمة خال معناها تحس إبراهيم عبد الملك يقول خال معناها فيها حنية فيها محبة فيها معناها علاقة جيدة معناها بينه وبين سي شيباني، وكذلك بين كل الأصدقاء في كذلك في الحانوت معناها الذي معناها يزوره ويجتمع فيه مع مجموعة عندما عدة مجموعات من بينهم معناها زوج مجموعات يحللوا سي شيباني وغضمان كلهم يذكرونها بخير. إذا في نطاق العائلة كان سي شيباني كان وفيا معناها فعلا يكون محل اقتداء لغيره، وكان معناها قام بالكثير من الاشياء يستحق عليها الشكر في نطاق العائله. واسمحوا للعائله معناها بسكم انتم معناها قلت الكلمه هذه لان نعرف العلاقات علاقه سي شيباني وما قام بسي شيباني في نطاق العائله. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقه اجدني صغيرا امام الكبار وتلميذا امام الاساتذه وطالبا امام دكاترة بتاعنا، فمن أصعب المواقف التي أجدني موضوعا فيها وأمامها لا يسعني إلا أن أقدم كل التعازي لعائلة دكتورنا الشيباني بالغيث باسمي الخاص وباسم الأستاذ سيف الدين مخلوف وباسم الهيئة التأسيسية لائتلاف الكرامة. النقطة الثانية، بصفتي فائزا في الانتخابات التشريعية مع تأجيل التنفيذ لأن النتائج الرسمية ما زالت لم تصدر بعد، لا يسعني إلا أن أهنئ زميلي الأستاذ سالم الأبيض
وكذلك الأستاذ زهير مخلوف متمنيا مغزاوي عفوا متمنيا لهما كل النجاح والتوفيق. بالنسبة لدكتورنا الشيباني بن بلغيث هي وقفات هامة وهامة جدا. حان الوقت لأن ننصف أعلام قبلي وأن ننصف يعني رواد ثقافتها، وحان الوقت لأن يفعل التمييز الإيجابي بالدستور في المجال الثقافي إن صح اللفظ. فحان الوقت لتفعيل التمييز الإيجابي الثقافي لولاية قبلي، وأشد على يد الدكتور سالم الأبيض ليكون ملتقا سنويا دوريا تخصص له ميزانية خاصة من باب التمييز الإيجابي لدى المجلس الجهوي بقبلي، وكذلك كنواب إن شاء الله إن كتب ذلك سنكون حريصين على إنصاف دكتورنا الشيباني بن بلغيث وكل أعلامنا بولاية قبلي. شكرا لكل السادة الحضور، شكرا للسادة المنظمين، وشكرا للتاريخ، وشكرا للجغرافيا التي وهبتنا الدكتور الشيباني بلغيث، وشكرا لحسن إنصاتكم. أمال بالحجاج تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لن أكرر ما قاله من سبقوني، فلن أفيه حقه إن كررت وأضفت. اليوم فقط كلمة قصيرة أضع نفسي مكان أبي والدي العزيز محمد الكامل بن الحاج يحيى الذي هو غير متواجد في دول، وأنا شبه متأكدة أنه وإن تواجد لن يقوى على الحضور حتى وإن كان متواجدا هنا، لأنه لن يقوى وهو الرجل المعروف بقوة شخصيته أن يحضر موكب توديع آخر أصدقائه، وأقول فعلا تقريبا آخر أصدقائه المقربين. فتحية لجيل تربينا على يديه، ومنح الله الصبر لمن بقي منهم على فراق من رحلوا. وأخيرا إنا لله وإنا إليه راجعون، تقبله الله بواسع رحمته ورزقنا وأهله وذويه جميل الصبر والسلوان. شكرا. طارق بلغيث ابن أخ أستاذ المرحوم شيباني بلغيث، السلام عليكم. أشكر كل من حضر، وأشكر الجمعية وجامعة صفاقس وكلية صفاقس على هذه اللفتة الكريمة. شيباني بلغيث بالنسبة لي يمثل لي حاجة كبيرة، لأن أول من أطلق علي اسم طارق هو اللي سماني، هو اللي رباني. معمري ما حسيت أني حياتي كاملة وني أكبر واحد في الدار، معمري ما حسيت أن بواي ميت، معمري ما حسسني. تغشش علي وضربني وعملني معاملة الابن، ما حسيتش نهار أن بواي ميت، حسيت بواي موجود إلى آخر لحظة. شيباني بلغيث كان من أكبر إنسان حنين في الدار. صحيح ما يبينش دمعته، هذه أكيد، عمري ما شفته يبكي إلا في الأيام الأخيرة. توفى جدي وما بكيش، توفى العيد أخوي وما بكيش، وما حبش يشوفه حتى ميت، وما حبش يشوف جدي ميت، وديما يبعد وما حبش يحكي عليهم. مستحيل قد ما سألت على باباي، وأني لما نعرفهاش عام 70 ما حبش يحكي عليه إلا في الفترة الأخيرة. جدي ما عمره ما يحكي عليه، ننشد يقول لي لا ما يحبش، لأنه هو يحس يروح يتقطع من داخل. العيدي إلين مات نسأل فيه حوائج عم العيدي في صورته في واحد ما يحبش يحكي له. في الأيام الأخيرة تذكرها فاطمة وسامة، كان يجي فيه وسامة من صفاقس الجابس، وكنت يجي فيه هنا من جابس صفاقس من جابس الدوز، كان يعدي لي في ساعتين بالضبط عدي فيهم يحكي على جدة على والدة ويحكي على علي أخوه، وهو كان متأثر بهم، وكان أكثر واحد متأثر به في حياته وكل لاحظ تصرفاته في الدنيا هذه هو والده، هو جدي في كل شيء.
يقول لي راه باش نقول لكم وقاها لي أسامة يتذكرها مليح آخر مرة في الكلينيك وقت خرج فاطمة وإناس من الكلينيك وسكر علينا البيت وقال سكروا البيت وتعالوا معناها وقتها قال راهو مدامني الخير اللي نعيشوا فيه حني كباتكم واللي عاش فيه وتعيشوا فيه أنتم هو راهو من جدكم جدكم راهو إنسان تقي كيف باللفظة قال راهو ولي في اللحظة ذيك قال أني تو مت لا يا بابا مت قال لأني ما عادش نقوى على أني نكتب حرف إنسان ما عادش يكتب ينجم يكتب حرف أو يمشي للمطبعة أو يمشي للطفل متاع الغلاف متاع الكتاب بالنسبة لي جسديا مت هو ربط حياته كاملة بالكتابة بالقراءة ما عنده حد شيء آخر إنما كان حنين علينا بدرجة رغم أنه ممكن تشوف الناس البرة مش حنين إنما بشكل حنين غريب جدا بحنين علينا بشكل رهيب وديما يقول راهو حن جدكم هو اللي خلانا نكونوا حنان على بعضنا وهو أول واحد إني قلت له كلمة بابا هو أول كلمة يسمعها بابا اسمعها من إني وآخر كلمة اسمعها كلمة بابا اسمعها من إني نتذكر ليلة توفى 12:23 دقيقة في الليل هو من العادة يطلب بورتابل مع 12 وقت بيت حدا هني وسامة طلب قال أعطي قال طارق قلت له نعم بابا شيني بابا هذه آخر كلمة اسمعها لأن بعد السواعي الأخرى رقدت ساعتين وبعد ما عاد سواعي هو وهو حريص على الوقت شاف البورتابل وشاف الوقت ورجع الوقت وديما يقول لنا فيها الوقت ثمين ديما الوقت ثمين يعرفون الناس كل بابايك يقول لك تعال لي الأربعة تجي الأربعة غير درج يقبلك الأربعة ودرج ما يقبلكش تغشش عليك في كثير من الأحيان نتذكر يقول تنمشي لك البلاصة العصر يقول لي يدنا العصر صلي العصر وتعال صدقوني ما كان قديش المرة نكذب عليه يدنا العصر نخط في كربة ويجيها قاني البرة يقول لي صليت نقول له بالنسبة له لأن الوقت ثمين والدراسة ثمينة وأكثر حاجة متأثر بها في حياته أني هذه الحطة فيه في الأخر أنه جد بوالده كان يحكي في حاجة يقول لي راه والدك عن جدي معناها جدي لي والده يقول لي راه كان عنده كسوة بيضة جبة وفافة و وبلوتا هذه يخرج به كامل من الجمعة للجمعة بوباي إذا كانت تلاحظها ممكن أسامة وفاطمة أن بوباي عنده كسوة بيضة يمشي بها كان نهار الجمعة ما في الله غالب ما قدش تقوى على روحي أكثر من هذا ونقول ربي يرحمك سي الشباب أنا من دبس لكن ديما ارتفقنا في الصفاقس ما نجيتش اللي كان طلع ديما يطلع عليك وديما يجين وديما يفات لك عمال وديما ولدي يقرأ في الجامعة وهو ينصح فيه ويدل فيه ساعات على حاجات كبر وينصح فيه وسير شباني الله يرحمه وينعمه في الجنة وباه ياسر عمايني لو نمشي للدارة هو اللي يحل الباب وهو اللي يفدلك علي وهو اللي حدثني بكل شيء وسير شباني ما سماش عبد كافي بالنسبة لي يعني الله يرحمه وينعمه في الجنة يا رب يا كريم بارك الله فيكم في الحضور حق شرفتونا ما كنتش منتظر بصراحة حضور كما هيك الوالد الحق خلى أثر كبير ياسر ونشوفه معناها في أصدقاء أو في زملاء معاه في المخدمة أنا حبيت نزيد حاجة بسيطة معناها الكل الحق هو على أغلبية الإنتاج الأدبي والإنتاج الشعري للوالد الوالد كان ديما في كل حديث ولا في كل مناسبة ثم إضافة يا إما شعرية وإلا أدبية سوى فصحى معناها شعر فصحى وإلا دارجة ولا شعبي وفي كل لحظة تتصورها معناها نتفكر في الليمات الأخرى كنت البيت بحداه وكان ساعات نوضي ساعتين ثلاثة متاع الصباح تطلع على سخانة يكلمني يقول لي حل الانترنت تو نحل الانترنت نثبت يقول لي اعطيني
القصيدة متاع المتنبي اللي تقول كذا وكذا، وكانت وقتها تطلع لها السخانة تطلع لها الحمى، كان يقول لي شوف وزائرتي، وزائرتي هذه مطلع قصيدة المتنبي، وزائرتي كأن بها حياء ولا ليس بها حياء مشروع، كأن بها حياء ليست تزور إلا في الظلام. معناها حتى في وضعيته وفي حالته اللي هي معناها ما تصبحش بشيء، كان ديما يعطينا حاجة في الأدب وفي الشعر وفي كل شيء. ونتفكر حاجة أخرى، وقت اللي كنت أول عام نخدم فيه في الجامعة، حصلت على عقد في جامعة صفاقس، وفي نص عقد بنصف الشهرية، وفي نفس الوقت حصلت على عقد آخر كامل في قفصة. عاد مشيت قلت له بابا شنو نختار، معناها نختار نص العقد ونقعد بحذاك، ولا نختار العقد كامل ونتمتع بأكثر فلوس. على طول هو جاوبني بالشعر، قال لي بص مليها والعز ولا مليها والرخايص ولا مسكني في البز مزني دير العصايص. معناها نقعد حذاه بنص شهريه بحذا بابايا وكل شيء، خير ما نمشي في بلاصه اخرى، مع احترامي للجهات، ولكن كانت بطريقه شعريه معناها. وكان ديما مرح معنا في الامور هذه، وديما يعطينا مثلا يقصدنا يقول لنا اي انتم بثلاثه 5000 فرنك، قال لي يطلع لي العجوز بتاع البيت هذا، كنا نتنافس واني وقتي الحق. وكان ديما في معناها مرح معنا ياسر، وكان ثم فترات في القايله ما نرقدوش نمشيو نلعبوا، كان باش يلهينا على هدايا باش تقيلوا معاه في قايله تصيف، خاطر في تونس الدنيا سخانه وكل شيء، يقول لنا تعالوا نحكي لكم قصص، يشد بالقصص هذيك، قصص على جدي الله يرحمه، وكان ديما يحكي لنا بالطرق الشعريه كليه الاداب والعلوم الانسانيه بصفاقس، وكافه الاساتذه والمرافقين معناها الذين جاؤوا من صفاقس. شكرا كذلك السي عبد الرزاق كمون، معناها صاحب معناها مكتبة على الدين، على ما قام به لفاية المرحوم. شكري لكم جميعا باسم الجمعية التونسية للجودة الفردية على حضوركم وعلى متابعتكم لكل فعاليات هذه الأربعينية، ونرجو أن نكون قد وفقنا على الأقل نسبيا في مزيد التعريف بالمرحوم الشيدان الغيث الذي يستحق كل خير وكل تقدير وتبجيل. معناها وإن شاء الله ربي يرزقنا ويرزق العائلة ويرزقهم جميعا، وكذلك زملائي بصفاقس على جميل الصبر والثواب، ونرجو له المغفرة والرحمة وأن يكون من بين المقبولين في جنة الخلد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.